نبدأ بالخبر الأول، حيث استقبل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي هذا اليوم وزير الدفاع الماليزي، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنميته، وخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية. وفي خبر آخر، وصل الرئيس السوداني إلى العاصمة أبوظبي مساء اليوم، وكان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ سيف بن زايد، ويضم الوفد المرافق الرئيس وفد وزاري كبير من جمهورية السودان الشقيقة. قد نحرق عليكم شيئا من التقرير الخاص بمهرجان لواء الرطب، حيث تم توفير تقرير سينشر غدا في صحيفة الخليج حول هذا المهرجان، والذي ينطلق بعد يومين برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد. خلال هذه الدورة هناك الكثير من الفعاليات والأنشطة.